كانت جلسة أخرى من جلسات محاكمة ما يعرف بقاتل المرحوم بدر، حيث استمع إلى المتهم الثالث بعدما استمع إلى المتهم الرئيسي وإلى أحد من تواجدوا ضمن هذا الملف والمتهم الثاني. والمتهم الذي استمع إليه الآن، أنا شخصيا كنت أنتظر هذا السيناريو، لأن هذا السيناريو أخبرنا به في الجلسة السابقة، وأخبرنا أن المتهم الثالث قبل المساومة وقبل أن يتقمص دور الفاعل الرئيسي في الجريمة، لكن ذلك تكذبه جميع معطيات الملف انطلاقا من محضر الضابطة القضائية ومرورا باعترافاته الصريحة والواضحة لدى جهة قضائية والسيد قاضي التحقيق. هذه المحاضر لا يمكن لأحد أن يتملص منها بادعاء زائف، وإنما يجب الطعن فيها بالزور، ولا يمكن أن يثبت الزور ضد قاضي التحقيق، خاصة وأن الصور التي رافقت الفعل الجرمي تؤكد صحة وجدية ومعقولية وثائق الملف بما فيها محضر الضابطة القضائية ومحاضر سيد قاضي التحقيق والأمر بالإحالة. اتضح اليوم على أن من رسم إليه السيناريو ومن رسم إليه هذا التشويش أنه لم يتقنه، لأنه ظهر مرتبكا وظهر غير منسجم، بل لسوء حظهم وقع الاختيار على متهم له سوابق عديدة في ميدان الإجرام، في السرقة وفي المخدرات وفي السكر إلى غيرها من التهم، بل لسوء حظهم تم الاختيار شخص لا يتوفر على رخصة السياقة، فكيف له أن يسوق السيارة باحترافية كبيرة يعجز عنها سائق عادي مهما كانت درجة معرفته. اليوم كانت الجلسة صعيبة بزاف، لأن المتهم تشهد على رأسه بأنه هو اللي كان سايق، ولكن الهيئة ما غاداش تأخذ بهذا الشيء. أنا الحمد لله مرة تبارك الله هيئة عارفة اش كدير وتعطي أسئلة، وهو حتى السارق نفاها، ما بالك السارق ونفاها. قال لي ما أنا ما سرقتش، تبغي تجبد السوارت من 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 جيب الضحية. على 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 ولدي كان عنده السارد ديال الكيويت، كان عنده السارد ديال السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.